الا شديتي الماء بارد مع اتاي وخلطتيهم معليش تصاوب اتاي، بل خصك ترفع درجه الحراره. كذلك في الحياه، الا بغيتي توصل لداك الشيء اللي بغيتي ضروري خصك ترتفع لك درجه الحراره، واحيانا اخرى خصك ترتفع لك الضغط، واحيانا اخرى خصك ترفع من التركيز ديالك على الحاجه على الاتنشن، واحيانا اخرى خصك واحد الحفاز او ما يسمى بالكاتاليزور. هادو هما لي فاكتور اللي كياثروا على التفاعلات الكيميائيه، والعوامل اللي كياثروا على التفاعل الكيميائي باش يوقع: درجه الحراره، الضغط، التركيز ديال المتفاعلات، ثم عامل الحفاز. وبالتالي حنا ما كاينش شي فرق ما بين الماده اللي كتكوننا وبيننا حنا، حنا اصلا كن عباره عن ذرات وجزيئات وتفاعلات كيميائيه. فكيفاش بغيتي العالم المتناهي في الصغار تطبق عليه واحد القوانين ونجيو حنايا ما تطبقش علينا نفس القوانين؟ يعني نفس القوانين اللي كتحكم الماده الصغيره هي نفس القوانين اللي كتحكم الماده الكبيره. فاذا شفنا مثلا هذه الماده اللي كتكون ما يسمى بقلم الرصاص، وما هو برصاص هو الجرافيت، كربون جرافيت، فهي نفس الماده اللي كتكون الكربون دياموند. الوغ الدياموند كيتكون من ذره الكربون، والجرافيت كيتكون من ذره الكربون. فشنو هو الفرق؟ الفرق تو سامبلومون هو فرق في البنيه، الفرق في لا ستريكتور ديال هذه المواد، في الطريقه باش منظمين دوك الذرات، خلقات فرق في الخصائص الفيزيائيه والخصائص الكيميائيه. نفس الشيء الا بغيتي تحول المعدن ديالك من واحد المعدن اللي هو ضعيف لواحد المعدن اللي هو قوي، من واحد الشخصيه ضعيفه لواحد الشخصيه اللي هي قويه بحال الشخصيه ديال الماس، فيكفي انك تسوفري وتعاني من درجه الحراره المرتفعه ومن الضغط المرتفع، هادشي هو اللي كنسميوه في الحياه ديالنا بالالم. ضروري خصك تتالم باش توصل لداكشي اللي بغيتي، ما يمكنش توصل لها وتاكلها بارده كما هضرنا في الفيديو اللي فات في الحلقه الاولى، عدم الاستقرار. دونك رفع درجه الحراره يؤدي الى عدم الاستقرار، وعدم الاستقرار يؤدي الى البحث عن الاستقرار. وفي رحلتك للبحث عن الاستقرار هنا كتخلق واحد القيمه هنا كتفيد الناس اللي دايرين بك. دونك هادشي اللي كاين الاخوان، تهلاو ليا فراسكم بزاف ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.